فكر والله. كان في قبل ما ابدا واخش في تفاصيل، كان في اسئله على الاجزاء السابقه يعني، او اي اسئله اي يعني حاجه اخذناها قبل كده يعني. كان في حد هو بيقول بس حاجه؟ في سؤال كده يا دكتور. عموما يعني حضرتك اديتنا من الاو اس لايبراري بتاعتك كتير قوي، حاجات كتير قوي قوي يعني، فكان واحد محتاج يتدرب يو اس على ده ما اديتش منها كتير، ده اديت نبذه صغيره. يعني، خدنا الجيت سي دبليو دي والسي اي اتش اللي هو تشينج داير وكده، وايه تاني، والليست داير والشاتل والشاتل شاتل. فحاسه هي مش صعبه بس محتاجه تدريب ونكرر يعني الاستخدام بتاعتها. فحضرتك يمكن ايه راي حضرتك، ضغطنا مثلا ولا هو المفروض ناخدها ازاي ولا ايه؟ لا انا اخدت منها جزء صغير جدا، لان هي يعني طبعا هي فيها اسهاب كبير جدا، بس احنا مش محتاجين كل ده. وبالتالي انا عشان كده تلاقيني تبتهالي ان انا اخدت كتير، بس ما اخدتش كتير، انا اخدت حاجات كده بس ايه عامه معروفه ممكن نستخدمها كلنا، ان احنا نكابيا فولدر. ما عشان تيجي في دماغ الواحد ويستخدمها محتاجة مش يعني شرط ممارسة. يعني ما استخدمناش منها فعليا، الا لما كنا بنشيك الفايل موجود ولا مش موجود، بناء عليه بنشوف هنرمي لاين معين ولا مش هنرميه. يعني ما استخدمناش غير حاجه بس بسيطه جدا، ان بنشيك على فايل، ما استخدمناش اكتر من كده. وممكن نستخدم كمان ان احنا واقفين في انه فولدر، يعني حاجات بسيطه هنستخدمها من يعني فعليا احنا مش بنستخدم الفايلات عشان نقدر نتعامل مع يعني مثلا دي ممكن تكون اكتر لما بنكون بكاريت ملفات نصيه كتير، بنكون بنكاريت صور وبنحط فيديوهات في اماكن معينه، الموقع بتاعي بيرمي او الويب سايت يعني او السيرفر بيقسم فايلات بشكل معين، حاجات زي كده. فبتبقى كلها كابي بيست، واعمل فولدر جوه فولدر واعمل بتاع واطلع بره على الباص الفلاني، مفيش يعني. هي بس الحاجات الاساسيه قوي اللي انا قلتها دي هي الكومون يعني، لكن هي عمليات بسيطه يعني. تقصدي قال انت عايزه يعني حاجه زياده ولا عايزه ايه؟ مش فاهم. لا انا عايزه مثلا يعني، هي حقيقي انا بسال حضرتك هتيجي بالممارسه ان انا اعرف امتى استخدم دي وامتى استخدم دي وامتى مش استخدم دي. معقول انت بتتكلمي في كابو بيست وكانت فولدر وانقل فولدر ما هو مكان انا مكان، عشان يجي في دماغي هي اخد الحاجات اللي هي كوبي من دي، مش محتاجه مننا يعني، يعني دي حاجات عاديه يعني معتاده بسيطه جدا، احنا بس اول مره ناخدها ازاي بالاوامر نعملها. يعني طول عمرها انت بتعملي كليك يمين وبتعملي نيو فولدر وخلصنا، حط جواها فايل تعملي مش عارف ايه، صح؟ لكن تمام. احنا عرفناها ازاي نعملها بالبرمجه، نعمل ازاي نكريت فولدر، ازاي نعمل كابي بيست من حته لحته لفايل او نغير اسمه. يعني خدنا حاجات عاديه، اي حاجات بتاعت الويندوز العاديه جدا، اوبريتنج سيستم عاديه جدا، بس ايه اول مره ناخدها بشويه اوامر بس. فاحنا عارفين هي بتستخدم في ايه، ده يعني احتجت ملف اخده هي كام احنا عارفين بس هي اعمل المشكلة ريتيرن في فايل البرمجة، يعني. بس الغلطة بفورة في البرمجة لكن مش في العادي كوبي بيست يعني. فأنا عايز أعرف بالممارسة. لا هي ملهاش يعني. طب قول، طب انت عايز ايه بالظبط عشان انا اقدر اساعدك فيه؟ طيب هي ممارسة يا دكتور. أنا كنت عايز أعرف من حضرتك يعني عشان أتمكن من ده محتاج إن أنا أشتغل فيها كتير، بس لأن حاسة طيب. إنها كلغة، هي لغة مش يعني لغة إنجليزي برضو حاجات كده. هي انت بتاخدي امر انها كارت فولدر، هتقولي اديني انا مثال كارت لك فولدر، هتقولي ايوه هستخدمها فين؟ اقول لك استخدمها في استخدامات طبيعيه يعني عادي. انا واحتجت وانا ببرمج ان انا اعمل فولدر مثلا لملفات معينه، مثلا ملفات ديتا مثلا، او كارت فولدر اسمه ديتا واحط جواه الحاجه بتاعتي يعني. مفيش يعني، هي حاجات بسيطه ما فيهاش اختراعات. طب انا كنت عم مسميه ديتا وبعد كده هسميه مثلا بروجرام ديتا ويوزر ديتا مثلا، هعمل رينيم يعني. هي حاجات هي كده ببساطتها اللي هي دي العاديه. اهم، دي اهم اللايبراري يا دكتور، دي اهم الحاجات الموجوده فيها. دي حاجات الشهيره اللي احنا بنستخدمها اصلا، دي لان دي الحاجات اللي انتوا اصلا بطبيعتكم لو فكرتوا هي دي اغلب الحاجات اللي بنستخدمها في الاوبريتنج سيستم عادي، وبالتالي هي دي اغلب الحاجات اللي احنا ممكن نحتاجها في صحيح. الايه، هي الحاجات اللي ممكن ايه نحتاجها واحنا بنشتغل في العادي، نكريت فايل حبينا نحطه في وريموف. فولدر حبينا نعمل مش عارف، الحاجات اللي هي العاديه جدا، ماشي. الحاجات العاديه اللي هي طالما هي حاجات عاديه ومستخدمه، هي مستخدمه بكثره يعني. اي حد بيحتاج يكريت فولدر ويرمي الحاجات بتاعته. طب انا في البرمجه محتاج ده في غالب الاوقات، ببقى مظبط ده يعني ايه مظبط ده؟ في غالب الاحيان ببقى مرتب فولدرات وحاطط ماشي. لو افترضنا ان السيستم بتاعي مثلا مدي لليوزر احقيه انه يقدر مثلا يكريت، ان انا عامل له مثلا حاجه اسمها فايل كابينت مثلا في البروجكت بتاعي،
ومديله حق ان هو يكاريت فولدرات ويحط الفايلات بيقسمها بشكل معين، مديله حق في البرنامج بتاعه انه يعمل كده، يبقى عنده كده زي مثلا زي اي موقع من مواقع الترين فايلز، زي مثلا مواقع بتاعت اسمها ايه عشان افتكر الشهير، زي مثلا جوجل درايف مثلا. هو قايم على فكره ان انا اقدر احط فولدرات وكل فولدر احط في الفايلز بتاعته، صح ولا ايه؟ تمام. فلو فكرنا ان هو بيكريت الفولدر ازاي؟ ما هو بيكريت بامر زي ده. لو هو شغال بايثون هنعمل هنكريته بالفولد بالامر ده. فهمنا؟ طيب حب يعمل رينيم للفايل ما يعني ده سيستم قايم على كده. قايم على فكره على الفكره دي. فكره ان انا كريت فولدرز وفايلز واقسمهم بمزاجي، خلاص فبيديهم لي اوامر وهو بيكتب ورا الامر الحكايه دي بس. هم سهلين يعني، هو كل واحده سهله يا مفهوم. هي سهله، هي عباره عن امر وما فيهوش لوجيك. امر ده امر ان انا كاريت فولدر، ما فيهوش اي فكر يعني ولا تشغيل مخ ولا حاجه، هو الامر وبكتب اسم الفولدر وخلاص. انا قصدي استخدامه بيبقى امتى؟ بيجي امتى بالظبط؟ بيبقى امتى بس؟ دي هتيجي بالممارسه. اديك مثال، ازيدك مثال تاني. لو انت بتعمل سيستم زي مثلا دروب بوكس مثلا، اي فكره كلها على الفولدرز والفايلز والكلام ده كله. طب انا ممكن اعدي عليا بروجكت و2 و10 وما استخدمش ان انا كاريت فولدر والحاجات دي؟ ممكن عادي، مش اي حاجه. بس هو الوضع بتاع ان احنا بنشرح الفايلز هو لازم يكمل بكده. يعني محتاج ان انا كابير فايل مثلا انقله من مكان لمكان، فهي لازم تكمل كده، فاهمني؟ فلقيت ان موضوعاتها ريليتد قوي باللي احنا بنتكلم فيه، وفي نفس الوقت احنا احتاجناه فعلا. انا معايا فايل عايز اشوف الفايل اتوجد ولا لسه ما اتوجدش، لسه ما اتوجدش يبقى انا ده اول مره ينشا، يبقى انا هعمل حاجه معينه، فمحتاج اوامر من الاو اس بس. تمام دي ماشي. بس حاجات بسيطه يعني، ما هياش حاجات من الحاجات اللي هي اللي فيها شغل كتير يعني. ايوه ايه تاني؟ هو في سؤال كده دكتور كان في الفيديو 8، معلش بسرعه كده. استخدمنا مع تراي فاينالي مش اكسبت ليه؟ قولي لي رقم الاكزامبل كده مثلا وانا معاك. انا مش كاتبه رقم الاكزامبل، لا كاتباه اكزامبل 12. اكزامبل 12 اكزامبل 12 في المسجل؟ كنت بسمع المسجل. ايوه ماشي. انا كاتبه 13. ماشي. مش حاضرني ليه استخدمنا الفاينل مع تراي مش اكسبت. لما يكون في ايرور، احنا ما كناش بنعمل عشان نعمل ايرور، احنا ما كناش اصلا شغالين عشان نعمل ايرور ولا حاجه، احنا كنا بنوضح الفايلز. انا فتحت فايل وعملت يعني فايل هجيب منه هريد منه، ده فتح فور ريد، وفايل هكتب فيه ابند فيه. تمام. انا معايا كام فايل مفتوح؟ فايلين. دي ريسورسز فعلا موجوده دلوقتي ومسحوبه وشغالين عليها. لو اي حد حب يفتح الفايل ده دلوقتي هيبقى عنده مشكله، مش هيقدر يشتغل عليه لان انا فاتحه دلوقتي وعامل لوكينج، لان ده اوبريتنج سيستم بيعمل لوك. يعني ايه؟ ما يقدرش اثنين يفتحوا الفايل ويعدلوا فيه في نفس الوقت، مش موجوده في الاوبريتنج سيستم، خلاص مش موجوده عندنا. تمام. وبالتالي انا بقرا، يعني كنت عامل الفكره ان انا جايب فايل كبير بقرا منه وارمي في الفايل الثاني. تمام. وكنت بقطع بالبفر. الفكره كلها كانت في استخدام فايل. انا مش عايز اهندل اكسبشن، مش عايز اهندل اكسبشن، مش عايز اصلح خطا. انا كنت كل اللي عايزه ان في الاخر يقفل الفايل ده وده، يقفل الفايلين. فاينالي احنا عارفين ان هي بتتنفذ سواء جمله عملت ايرور او ما عملتش ايه؟ طلعت خطا او ما طلعتش خطا، الفاينل بتشتغل. وبالتالي انا عايز سواء انا نقلت وكبيرت الفايل، قريت كل الفايل ده ونقلته هنا او ما كبيرتش، انا في الاخر هقفل الفايلين. تمام. شكرا. طيب احنا ممكن على فكره المثال ده ممكن تحليه انت بالاو اس، انك تاخدي كوبي بيست. تاخدي كوبي بيست. بس الفايل هنا كنا بنشرح فكره ايه؟ ازاي لو الفايل كبير قوي انا عايز اقرا منه جزء جزء عشان النتورك وعشان الشبكه وعشان الرام وعشان ما اقدر ما اخدش كده الفايل كله، فكنا بنقطع حته حته ناخد منه جزء جزء واللوب عمالين نكمل وناخد كمل حته ونكمل ونكمل لغايه لما في الاخر. ولازم اكتب الارقام يا دكتور، كان في سؤال برضه، يعني ما اكتبش مثلا 1 ميجا، لازم اكتب مثلا ارقام بالبايت؟ تكتب بالبايت مش بالميجا.
عايز الكيلو ميجا تبقى الفا ايه؟ 1024 1024 1024 كده يقرب اللي هيقرب الميجا. على الاقل واحد عشان تشتغل براحتك. او يعني تشتغل يعني تشتغل براحتك لما نجيب نشتغل بنقول مثلا بالسكن خلاص بنعرف نحسبها بالدقيقه وبنعرف نحسبها بالساعه وبنعرف نحسبها باليوم مش فارقه معانا. طالما معايا لو قلت بالساعه هتقعدي تقسمي عشان تجيبي مثلا نسبه الدقيقه قد ايه وبعد كده تقسمي على تاني عشان تجيبي نسبه الثواني قد ايه كده. ايوه تبقى صعب فبيجينا اصغر وحده عشان نتحرك براحتنا. في اسئله ثانيه يا شباب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ عساك طيب ان شاء الله. نشكر ربنا. تفضل استاذ عبد الله. الله يكرمك. ايوه نعم دكتور. دكتور بالنسبه للملف الاكسل يوم اسوي انشئ من جديد بيجيني على كولوم واحد الداتا ما بتجيني مفصل على عده كولومات يعني ما عندي منه فيها عن الكومة ما ادري ايش المشكله يعني في عندي اشكاليه معينه والله. طب لو الفايل موجود عندك دلوقتي يعني ممكن تشير لنا السكرين ونحاول نصلحه لك ان شاء الله. طيب لحظات كده خلاص اشوفك كده ان شاء الله واتواصل معك كده بس يعني بس مجرد انك من الزوم تدوس على شير تفتح البرنامج وتفتح الفايل وتعمل تدوس على شير انا هخش اشوف الايرور اللي عندك واصلحه لك على طول ان شاء الله. طيب وقت ما تبقى جاهز لو جاهز دلوقتي ما فيش مشكله لو مش جاهز دلوقتي خلاص. طيب لحظات كده بس ان شاء الله دكتور ماشي براحتك على ما نشوف الباقي. ها مين تاني عنده اي اسئله شباب؟ كويس بس ما فيش حد يعني عنده اسئله ثانيه. طيب الباقي الناس ماشي الحال يعني قادرين نمشي؟ طبعا احنا دلوقتي قبل ما نكمل ان شاء الله نبدا محاضرتنا على ما بس نشوف مشكله الاستاذ عبد القادر. احنا المفترض اللي عايز انوه عنه ان احنا بنعمل دلوقتي شغالين في العمليات الاساسيه على الفايلز يعني لو رجعنا للفكره بتاعتنا احنا شغالين في اللايف كله توصلنا له ان احنا من اول فيديو 10 من اول اكزامبل 10 واحنا بنعمل ايه؟ بدانا نعمل فايل سي اس في وبدانا نعمل ايه؟ ناخد رقم الموظف اسم الموظف الوظيفه المرتب وبنجمعهم وبنعمل ملف سي اس في يعني تيبل يعني حاطين فيه الايه البيانات دي بالشكل ده حسنا الاضافه بتاعتنا شويه وبعد كده بدانا نعرض البيانات بقينا نجيب كل البيانات اللي موجوده عندنا في السيستم ونعرضها تمام اللي احنا كده الاولانيه دي بنسميها اضافه كرييشن تمام. تاني واحده دي اللي هي العرض تمام الديسبلاي للديتا اخذنا ازاي نعرض ودي وبعد كده بدانا ناخد ازاي نبحث ازاي فايند على حاجه ادور على حاجه في البيانات اللي موجوده عندي في الفايل بعد ما ضفت ازاي ايه ادور افايند على حاجه موجوده عندي. والاكزامبل اللي بعده الاولاني اللي هو 13 كنا واخدين مرحله ان هو بس يقول لي موجوده ومش موجوده. تمام؟ في المرحله بعد كده علينا وقلنا ان احنا عايزين في الفايند لما يلاقي الحاجه يعرضها يقول لي ادي بيانات محمد اللي انت بتدور عليه، ده بيانات سمير اللي انت بتدور عليه كده يعني. فدي كانت مرحله في الفايند. يبقى احنا العرض والبحث يعتبروا عمليه واحده بس هم برضو مختلفين شويه العرض والبحث واخدنا الاضافه عايزين نعمل التعديل ونعمل الحذف ولما نعمل ده يبقى قدرنا ببساطه تمام قدرنا ببساطه نوصل ان احنا بنعمل عمليات اساسيه على الفايل اللي هو في الاخر اكنه تيبل واحد وبنشتغل عليه بنعمل العمليات الاساسيه بتاعتنا بنبحث فيه بنعرض منه بنكتب جواه بنقعد عليه يعني بعد كده بنعدل عليه بنحذف منه ده يبقى كويس جدا. فهنبدا بعد كده نعمل زي كل واحد يبقى مطلوب منه زي بروجكت صغير فيه اربع خمس ملفات كده بروجرامز بسيطه
كل اللي مطلوب انه ياخد، هنعمل تيبل كده، اي تيبل، واحد يعمل البوكس، واحد يعمل البيشنت المرضى، واحد يعمل الستودنتس الطلبه، واحد يعمل كده، ونبدا نعمل العمليات الايه الاساسيه دي اللي هم الاساسيين، ان انا اعرض ان انا ادخل بيانات، اضيف، ان انا اعرض البيانات، ان انا بقدر ابحث بالبيانات، ان انا بقدر احذف من البيانات، ان انا بقدر اعدل على البيانات. يبقى كده عملنا زي سمول بروجكت، بس فهمنا منه الفكره قوي وشربناها حلو. بدنا بنعمل عمليات اساسيه على الفايلز براحتنا. فهو ده اللي هيبقى يا دكتور. في حد هو في حد بعت بس اساينمنت على الواتس؟ هل شوفوا كده وهي دي الطريقه المطلوبه ولا ايه؟ لما يكون، انا افضل لما يكون موجود، او لو هو بعت خاص، لو هو موجود معانا ماشي. لا هو كاتب على الواتس ان هو مش هيحضر، يعني مش عارفه الظروف. خلاص يبقى بعت على الجروب. هبص له عليه ان شاء الله، هبص له عليه وارد له عليه. وحضرتك فكره المشروع حضرتك بتقوله ان كل واحد هيعمل جزء، دي هننفذها فعلا مع حضرتك ولا ايه؟ ايوه. هتقول كل واحد يعمل جزء؟ انا ما قلتش كل واحد. كل واحد يعمل كل ده كله. ده حاجه بسيطه. طبعا دي حاجه بسيطه. ما احنا عملناها في كام اكزامبل ورا بعض اهو. والحتتين ناقصين الديليت والابديت نعملهم النهارده. فتعملوا قدامك يعني اكنك بتطبق امثله، يعني العمليه مش صعبه، بس بدل يعني مش هتراجع معانا على الاسايمنت يا دكتور؟ مش هت يعني لا، اي حد معاه الاسايمنت عايزنا نحله له ماشي. المشكله مش فاهم مقصود ايه؟ يعني عشان في الاول بس الواحد يتدرب ازاي بيتعمل وازاي كده يعني. بس كلامك بيبقى مقطع فمقدرش اقصد ايه بالظبط. انا مقطع يعني من النت ولا لا؟ لا كلامك انت شخصيا، مش من الانترنت ولا حاجه. انت بتبقي قصده حاجه بس مش مقطعها قوي، فانا ما بقاش يعني اتكلم معايا على طول مباشره عشان افهمك، عشان اعرف ارد عليك بالظبط. لا والله مش بقطع في الكلام ولا حاجه، انا قصدي حضرتك تحل معانا يعني الاسايمنت عشان نفهم بعد كده نحل ازاي. بس هو ايه؟ انا حضرتك كنت لا لاخر حاجه حضرتك اخر فيديو اللي هو 26 ده اللي هو كان انا السؤال اللي كان بيقول ايه اللي هو هنعمل ايه رانيا؟ هنعمل زي حضرتك عملت امبلوي بس بدل الموظف. حضرتك قلت ايه تاني؟ مش عارف، مش فاكره، ما انا ما بصيتش قوي بصراحه. ايوه ماشي. ما هو انا حليته معاكم والله، ده انا حليته، غششتكم الحل قبل ما اطلبه منكم يعني. اصل انا فتحت الاسايمنت اللي الزميل بعته غريب جدا بصراحه، في حاجات كتير قوي، فانا كنت عايزك تبص بس تشوف يعني تقول لنا ده يمشي الكلام ده ولا ايه؟ هو ده يعني؟ تقريبا اهو. مين هو؟ ده كان معانا في الدبلومه يا دكتور في الهندسه. اسمه محمد صلاح. هو طبعا هنا بحط على السي على يوزرز على ديسك توب، طبعا ده طبعا مش كويس يعني. هو يبقى محدد المسار كده خاص بجهازه هو بس، ده حاجه مش كويسه، هتتعبنا كلنا يعني. اي حد ياخد البرنامج هتتعبه، فاهمني؟ طيب انا مش عارف ايه اللي مكتوب، بس تعالوا بينا ايه جرب. حلو جدا. بيقول لي هو بس الانجليش شويه حاجات غلط، بس هو قال لي اكتب واحد عشان لو عايز تضيف، اثنين لو عايز تبحث، ثلاثه لو عايز تعدل، اربعه لو عايز تعمل ديليت ناقصين، خمسه عشان تعرض البيانات. اكتب الرقم بتاع اللي انت عايزه. قلت له ماشي خلينا نعمل واحد. قال لي دخل الاي اس بي ان. قلت له 1 2 3 4 تمام. قال لي عنوان الكتاب ايه؟ قلت له ايه؟ بايثون. مثلا تخصص، قلت له ماشي. السعر ماشي. قال لي يعني دخل ايس بن او زيرو عشان تخرج. ممتاز. ياخد الكتاب اللي بعده 1 2 3 4 او 1 2 3 5. عنوان الكتاب
مثال بايثون وتخصص مثلا دخل صفر او اللي بعده او اللي بعده نفس الكلام 100 صفر خلاص انتهت خلاص كده. دي كده اول ايه اول عمليه احنا عملناها الفايل المفروض اللي اسمه صلاح كريت وادي البيانات بتاعتنا عنده غلطه اهي ان ده من الدبلر صح بس لا وده كمان من الدبلر خدوا بالكم دي غلطه. طب بس لما ترن يا دكتور ما بينش الغلطه دي. لا طبعا ده هبان طبعا هبان يعني لو انا جيت عملت ري رن هو مش بيجيب غير من الفايل نقفله بس عشان ما يعلقش معاه. لو جه قال لي دخل زود وانا هاخد 5 ليه؟ اعرض لي البيانات. ادي البيانات اهي زي ما هي جايه من الفايل بالظبط. هو ما ظبطش اول عرض لكن اللي باين اول غلطه بتاع القايمين دول. ولو جينا عملنا على فكره ضفنا واحد ثاني هيعمل بلوه بالشكل بتاعه ده هيعمل بلوه عارفين ايه ممكن يدبلر ده كله هيدبلر ده كله طبعا ده غلطه. هو طبعا يعني هو كويس ان هو عمل ده يعني معناه ان هو محتاج يعدل بس حاجه بس قبل الاضافه اكيد. يعني لو احنا عملنا اد كان كده 1 2 3 6 مثلا وخلاص جينا عملنا رن تاني قلت له المره دي عايزينك تعرض لنا البيانات. لا ضفوها مره واحده يبقى الغلطه دي عنده بتحصل لما اد ورك اد ورك ادي دبلر يعني لما يجي بيعمل لوب غلطته ان هو بيدبلر البيانات تاني لما تيجي تاد كذا مره تاد مره واحده ما بيعملش مشكله يعني كده ايه كده هو عرف مشكلته. طيب نجرب السيرش اقول له ماشي عايز اعمل سيرش انا ادخل الحاجه بتاعت السبع ساعات قلت له انا ابحث عن 105 قال لي 1 2 3 5 وانت عايز موبايل داتا بيز 105 بروجرامنج وداتا بيز السعر وداتا بيز طبعا دي غلطه خل مننا احنا يعني او هو دخلها غلط انا مش عارف لان لان انا بدخل البيانات كتبت بروجرامنج كوما داتا بيز صح وبالتالي هو فهم دي برضه كويسه جدا ان حصلت ده عشان تعرفوا ان غلط الفايلز فانا بكتب ومش واخد بالي كتبت كوما البرنامج ده السي اس بي بيعتمد ان كوما كولوم تاني وبالتالي اما خرجها بره يعني بتطلع السعر حاجه وبتاع طبعا ده حل ليها لوقت مؤخر ممكن يكتب الكلام ما بين دبل كوتيشن يعني ينزل دبل كوتيشن في الكلام عشان يحل المشكله دي يعني يعمل سلاش دبل كوتيشن في الاخر سلاش دبل كوتيشن عشان ما تيجي تنزل ما بين دبل كوتيشن ما تحصلش الغلطه دي ما تبقاش منفصله عن بعض ما تبقاش معروفه ان هي كولوم يعني بس شغال كده البحث شغال ما فيش مشكله طب تعال نعمل دور على الديليت لو عايز اجرب الديليت 4 قال لي ابحث الاول قلت له ماشي ابحث عن 100 و 105 مش عارف 100 مش حاجه اسمها 100 معلش انا مش فاكر حتى رقم 3 خلينا نعدل التعديل مش شغال لسه ما كتبوش يعني ما اشتغلش على التعديل ما خلصوش يعني خلاص خلينا في الديليت 4 105 قال لي اللي هو 101 2 3 5 بايثون داتا بيز 105 بروجرامنج وداتا بيز السعر طبعا عشان فرقوا عايز تمسح البيانات دي ولا لا قلت له يس قال لي خلاص هو اتحذف هو بس محتاج ينسق حاجات كده داخله في بعضها وبتاع بس ماشي الحال
قلت له ماشي، انا عشان اتاكد هجيب 5 انستل البيانات. فلقيت طبعا 105 حجم اللي بقى موجود، بس ايه بقى، هو كان عنده مثلا عنده ايه اخطاء، عنده ايديت ما كتبهاش اصلا لسه، محتاجه تتظبط، محتاج تنصيب بس في العرض وفي الشكل، عنده غلطه واحنا بنضيف انه بيدبلر حاجات اللي اتضافت. ايه تاني يا شباب؟ بس والحل بتاع الكوبري الدبلره جت بطريقه غريبه يا دكتور. ليه؟ الدبلره جت بطريقه غريبه، يعني احنا ضفنا اول واحد الدبلر ماشي التايتل والدبلر الحاجه بتاعته، لما ضفنا اخر واحد لوحده على الاقل كان اصول التايتل او الهيدر يتدبلر ما الدبلرش، يعني هو دبلر والبرنامج مره. ما انا قلت لك هو بيدبلر لما نيجي نقاد اكتر من مره، قاد مره واحده ما بيدبلرش، فمعناها ان هو طول ما اللوب شغال ياخد الليست كلها، يبدا ياخد الليست كلها ويدبل، لكن لو اللوب ما اشتغلش مره واحده فبيضيف لواحد بس وخلاص، ما بيعملش معاه مشكله، بس هو هيصلحها يعني. عملنا له تيست اهو، هو بس ايه يدفع حق التيست دوت ويصلح. تمام ممتاز. تمام مين تاني يا شباب؟ في حاجه تانيه؟ كان في فضل عبد القادر بقى، لو عشان نبدا الجزء الثاني نبدا على طول ان شاء الله. استاذ عبد القادر معانا؟ نعم يا دكتور معاك. جاهز تورينا الحاجه بتاعتك؟ طيب لو مش عارف تشير ابعت لي الكود كوبي بيست في الشات وانا هتصرف. طيب ما في مشكله. هو ده اللي كان مطلوب، يعني هو الشخص اللي بعد عمل اللي عليه يعني محمد صلاح يشكر يعني. فالموضوع مش صعب، احنا اي حد هيتفرج على الفيديوهات ويمشي ورانا هيعرف يعمل كل العمليات دي وخلاص. انتوا شايفين ان العمليات دي عمليات كده، ايوه هو ده اللي بيتعمل. فبدا يحط رجليه على الطريق يعني، رغم ان احنا بنعملها في فايلز وحاجات بسيطه لسه في الاول، بس ومان هو الدنيا بتبدا بسيطه. أستاذ عبد القادر خد بس كابي كده من الحاجة وابعث لي في الشات بيست الكود. ايوه يا دكتور، هي المشكلة في نفس الملف الاكسل شيت، ما هي في الكود، نفس الملف حق الاكسل شيت يوم افتحه يديني كلهم واحد كلها بينها شيش. كيف اسوي شير لل، هتلاقي كده في زرار كده مربع كده وعليه سهم لفوق. ايوه طيب اديني ايش يور كانت ستارت سكرين، اختار سكرين بعد ما تدوس عليه، دوس على سكرين وقول له شير، دوس على سكرين. لا يقول لي كانت ستارت سكرين شير وايل اذر برودكشن، في مشكلة عندي في نفس الوقت. انا طيب ابعت الكود، لان لعبت الكود مش في الفايل، ما هو الفايل ده ناتج من كتابة الكود اللي انت كتبته صح؟ لا يا مفتح كتكست كويس بين كوما وكله ممتاز ما في مشكلة. طب ايه يعني، طب ابعته يمكن انا اشوف غلطة. طيب ابشر دقايق بس، ابشر ان شاء الله. حضرات اللايف اصلها او اهميتها في ان انت يبقى عندك مشكله ونقعد نحلها لك، فاهمني؟ والمسجل بتذاكره وبتشتغل زي زميلنا محمد صلاح مثلا، او سجله بتاع بس بعت
فهو هيسمع التعليق فهيعرف ايه اللي ناقصه وايه اللي فاهمني ويشتغل. والتاني بيبعت الفايل الا على المشكله اللي عنده. طب انا عندي ايرور. طب هو ده اصل المفروض ده اصل اهميه اللايف يعني. هو انا عملت اللايف الحمد كله لله كل مناقشات التمارين، وحل مشاكل يعني المفروض. انا عملت الحمد لله كل التمارين ونفذتها ما عدا اخر اتنين بس اللي هو حضرتك بعتهم، اللي هو فيهم الكويز الاخير ده انا ما شفتوش اساسا. اه استاذ محمد مرزوق اللي هو الابديت والايديت، الايديت والديليت. الديليت شفته، ناقص اللي هو الابديت الايديت بس. تعديل اه ممكن كان طويل عملته على كذا فيديو ولا حاجه عشان طويل. تمام، لكن الباقي كله كل التمارين انا حليتها ونفذتها واشتغلت معايا الحمد لله. تمام الحمد لله. بس تعملها على الفكره، على فكره الكتب دي بس. او عايز تغير الفكره وتكتب بس جدول المرضى، جدول ممكن اعملها طلاب